أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. تراجع الدولار الأمريكي يوم الأمس مع ارتفاع اليورو بشكل قوي، كما حصلت المعادن الثمينة على الدعم كذلك. ارتفع زوج اليورو والدولار الأمريكي بشكل قوي خلال جلسة نيويورك يوم الأمس، واستمر بالتقدم نحو أعلى الأسعار خلال عام. تراجع زوج الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل قوي من منطقة 114.40، والتي قد تصبح الآن قمة مزدوجة تنازلية كبيرة على الرسم البياني. كان زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي ضعيفاً بشكل مميز، مع تراجع الجنيه البريطاني بشكل أكبر من الدولار الأمريكي يوم الأمس. السعر ما دون مستوى الدعم الرئيسي السابق عند 1.2859. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.